السلام عليكم. اليوم نواصل الفيديو الثالث حول المقارنات بين الجزائر والجارة المغرب الأقصى فيما يخص المرافق أو المشاريع. واليوم سوف نتطرق إلى النقطة الأولى، هي ستخص المواصلات، يعني الترامواي، وخاصة الترامواي. نتكلم على الترامواي لأن الترامواي أصبح الوسيلة المفضلة للشعوب في كل دول العالم، خاصة منها الدول المتقدمة واللي تقدر عليه على أي حال. إذا نقارن النقطة هذه تاع الترامواي ما بين الجزائر والمغرب، وسوف ننطلق وبعد ذلك سوف نتطرق إلى مواضيع أخرى، نقاط أخرى للمقارنة. إذا نبدأ مع الترامواي في المغرب. اون باي كرير نكتبو ترام وي ماروك ونشوفو واش عندنا في المغرب. هنا نشوف القطار، هذا الترامواي الأحمر، هذا الترامواي تاع كازابلانكا، هذا الترامواي تاع كازابلانكا. ثم عندنا الترامواي اللي باللون الرمادي، هذا الترامواي تاع الرباط. إذن عندنا زوج خطوط تاع ترامواي، واحد في كازابلانكا والآخر في الرباط. واحد باللون الأحمر والآخر باللون الرمادي ولا اللون الفضي الذي يوجد في مدينة الرباط. إذن هذه هي زوج ترامواي موجودين في المغرب. هذا واش كاين؟ كاين زوج ترامواي. الآن نذهب إلى ترامواي في الجزائر. ترامواي الجيري، هاي ليك. نروح للصور. هذه رانا في ريزيدنس الجيري، واش راني ندير؟ ترامواي الجيري. نروح للصور ونشوف. هنا دوك نبدا نحسب. هذا بالازرق ترامواي نتاع الجزائر العاصمة، واحد اصفر ترامواي بالعباس، هذا الاحمر ترامواي نتاع السطيف. ونشوف المنشآت، يعني البنايات مع الترامواي. إذا نشوفوا في الدولة، القارة الجزائرية، عندنا ترامواي سطيف، نزيد نروح نشوف ترامواي قسنطينة بالأخضر، وهذا الرابع والخامس. أولا نعود الحساب، أولا ترامواي الجزائر واحد، اثنين ترامواي بالعباس، ثلاثة ترامواي سطيف، أربعة ترامواي قسنطينة بالأخضر. ونشوف يعني البنايات، ما شاء الله، نحس بأننا رانا في دولة لا تشبه بعض الدول. نروح
ترامواي الخامس هذا بالرمادي، الخامس هو ترامواي ورقلة. نزيد نروح نشوف بالأحمر ترامواي وهران. إذن كان زوج ترامويات بالأحمر، واحد في سطيف والآخر في وهران. هذا ترامواي السادس، هذا ترامواي تاع ورقلة، وهذا ترامواي تاع وهران، وهذا الآن ترامواي هذا ترامواي تاع الجزائر العاصمة. خلينا هذا أورجلا، وكاين الترامواي نتاع مستغانم، ترامواي نتاع مستغانم هو ترامواي السابع، واللي رافقيت نتاع ليزيسي هو الأشغال يعني انتهت بقرابة 90%، رافي مرحلة نتاع تجارب بالعباس. نحاول نشوفو تراموي تاع مستغانم، حوس على التراموي تاع مستغانم. هذا هو ترامواي تاع مستغانم، بريمير لين دي ترامواي دو مستغانم، ترامواي دو مستغانم. إذن كاين سبع ترامواي، السبعة تاع لي ترامواي في الجزائر مقابل اثنين في موروكو، وهذا يدل على أن من ناحية مواصلات بالتراموي الجزائر متفوقة بفرق شاسع، بدون ما نحسب المترو، مترو الجزائر العاصمة اللي هو المترو الجزائر العاصمة اللي فيه الآن راه ثلاث خطوط، راه قيد الإنشاء. خط أول راه يمشي منذ 2011 تقريبا 10 سنوات، زائد ثلاث خطوط راهي قيد الإنشاء، والأكثر الأكثر هو العاصمة الجزائرية، هي العاصمة الوحيدة أو الثانية في إفريقيا اللي عندها اتصال، عندها اتصال ما بين المطار نتاعها بوسيلة نتاع المترو، وهذا راح يكون في بضعة أشهر أو سنة أو سنتين، لأن الأشغال راهي متقدمة في إيصال مدينة الجزائر بمطار الدولي تاع هواري بومدين. وسوف ننتقل إلى نقطة أخرى، هي قضية المستشفيات. وحنا رانا ندرسو القضية من ناحية الهياكل، من ناحية المنشآت، باش نأكد النقطة هذه مهمة جدا ما يخص الجامعات او المستشفيات او اي مشروع. نتكلم على الهياكل، نتكلم على الهياكل، لا نتكلم على الخدمه، لان الخدمه مش سهل الواحد يقيمها، وقد تختلف من منطقه الى منطقه، من بلد الى اخر، او حتى في مدن الجامعات. لا نتكلم عن المستوى تاع التعليم، لان كل واحد واش يهدر، وحتى هذيك المؤسسات الدوليه اللي تمد التنقيط فيما يخص الجامعات او اي نقطه فيما يخص النظافه او السياحه او الخدمات، يعني كل هذيك المؤسسات الدوليه اللي تمد التنقيط تنقط وتمد الترتيب للدول، فهي مؤسسات رأسمالية تابعة إلى جهات معينة، وبالطبع تكون فيها، يكون فيها
يكون فيها حياد. إذن لا ننتظر من هذه المؤسسات الدولية اللي عندها، وحين حنشوف يعني حتى في المثال، نعطيك كمثال هو اللي يهضر يعني يفسر مليح هذه القضية، هي أنه مثلا في لي فاكسان، تشوف باللي لي فاكسان تاع الصين ولي فاكسان تاع روسيا غير معترف بهم من طرف المؤسسات نتاع الغربية، لأن فيه هذيك المنافسة وعداوة ما بين يعني اتجاهين، يعني كاين دول الغربية في أوروبا، وكاين دول آسيا مثل الصين والهند وروسيا، ما يتفاهموش بيناتهم. إذا الترتيب اللي راه المؤسسات هذه تمدو حول الجامعات وحول مستوى العيش، وهذه التراتيب كلها فهي غير صالحة. احنا لو كنا نغير السياسة نتاعنا، الجزائر تغير السياسة نتاعها تجاه فلسطين وتجاه الصحراء الغربية، ونغير ونحسن يعني نرجع العلاقات مع إسرائيل، سوف تتغير كل هذه الترتيبات نتاع الجامعات تاعنا، تولي من أفضل الجامعات في العالم، والجزائر أفضل دولة في العالم، كل شيء يولي الترتيب يتغير كله. إذا هذيك الترتيبات وهذوك اللي مدوهم هذو المؤسسات هي ترتيبات مسيسة سياسوية، ما ندخلش فيها حنايا. احنا نتكلم على المنشآت، والهياكل والبنى التحتية، هذا ما كان. إذا نروح للنقطة الثانية وهي قضية المستشفيات. ونشوف المقارنة يعني من ناحية هياكل و لو سيرفيس، انا نقول فيه كلام اخر. اذا نكتبو او بي تو ماروك، هذه الصور لا تؤخذ بعين الاعتبار، هذه تدخل في اطار لو سيرفيس نتاع لا سونتي. شوف الصور هذه كلها صور داخلية لا تؤخذ بعين الاعتبار، على اي حال فهي تمد صورة مزرية، على قطاع المستشفيات في هذا البلد، صور مزرية. عن هذا القطاع في المغرب الأقصى، صور مزرية يعني كارثة حقيقية. شوف يعني الصور تعطي كارثة حقيقية، يعني مكان ما تشوف والو، مكان حتى حاجة تقدر تشوفها إيجابية، كارثة في كارثة، مكان ولا صورة واحدة إيجابية، كل الصور كارثية. ما عادش نزيدنا نروح بعيد، ما نروحش بعيد، نحبس هنا. الآن نروح أوبيتو ألجيري، أوبيتو ألجيري، ونشوف الصور. هنا رغم أن بعض الصور تعتبر
كيما هادي 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 شوية، لكن نشوف ان بلوك اوبيراتوار ان بلوك اوبيراتوار. هذا بو ان سيرفيس دورجونس ان سيرفيس دورجونس لو سامو، نشوف ان سيرفيس دورجونس، نشوف ان اوبيتال يظهر اوبيتال، نشوف صور عادية نتاع مستشفيات عادية. ها شوفوا الصور عادية، فيها صورة عادية ممكن، لكن الصور تبدو عادية تاع مستشفيات. هذه الصور قد تجدها في أي مستشفى في دول متقدمة. نشوف الصور تعتبر كلها عادية. ها شوفوا الصور يا صاحبي، فرق كبير بين الصور اللي شفناها من قبل والصور هذه. هنا نشوف عمليات في المستشفيات تبدو عادية، هنا الصور كلها عادية نتاع مستشفيات. هذه الصور قد تجدها في أي مستشفى في العالم، ربما كاين وحدة في العشرة اللي توري حالة مزرية حالة سيئة، أما 90% من الصور فهي تبدو عادية كما نشوفوا هنا. ها صور عادية تاع مستشفيات، هذه صور تاع مستشفيات نشوف فيها عادية جدا. شو ما حاش نقولوا احنا افضل، عندنا افضل المستشفيات في العالم، لكن رانا في بصدد المقارنة مع دولة موروكو. اذا نبقى في المقارنة هذه، وعندما نقارن نشوف الصور عادية. وهذه الصور مش احنا صاحبي، احنا مش احنا اللي دفعناها، ولا جوجل هو اللي راه يرفد في الصور، والناس راهي تنشر الشيء اللي راهي تشوف فيه، الشيء اللي راهي تشوف فيه، ماهيش تنشر تخلق تجيب الصور من مارس ولا من القمر ويجي يحطهم هنا. هذه صور عادية تأتي من الواقع نتاع الجزائري، واللي راه ينشرها ماهيش الدولة اللي تنشر هذه الصور، هما نشطاء نتاع التواصل الاجتماعي ينشروا الصور لإيضاح الحقيقة بدون أي ضغط بدون أي آخر. واللي راه ينشر فيها هو جوجل. الآن نعود نشوفوا ونشفوا مليح على الصور هذه اللي راهي تبدو عادية وحتى أكثر من عادية. هنا نشوفو دي بروكوبياتوار، نشوفو دي زيرجونس اون اكتيفيتي، هنا هنا نشوفو أمور تبدو عادية جدا، عادية جدا، يعني أمور موجودة في كل مستشفيات العالم، أمور عادية عادية، حتى هذه هي عادية. يعني كاين في بعض الأحيان نشوف نحس بلي كاين بعض الضغط على المصلحة هذيك تاع المستشفى، لكن الأمور تبدو عادية ولا تدعو إلى الخجل. ما نحشموش حنا تصاور بهم هذا التصاور هذا، والله ما يحشمونا، بالعكس بالعكس يشرفونا. هذا الصور اللي رانا نشوفو فيهم يشرفونا. نعاود نرجع الى اوبيتو في الماروك باش نعاود ناكد الفرق هذا الشاسع الموجود. وشوف هنا هنا هذا الصور، رغم ان بلاد كيما الماروك عندهم سياسه تاع البروباغوند وكبيره وعندهم ضغط كبير على 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 الصحافه وعلى على النشطاء، رغم ذلك نشوف فرق كبير صاحبي. هذا مش اوبيتال، شوف الصور، هذا مش اوبيتال، شوف هنا المزبله، شوف المزبله، شوف شوف المزبله، شوف شي رهيب. كاين هذا زوج صورات وثلاثه ثلاثه ملاح وخمسه صور امر غريب. كاين هنا صور ملاح، لكن اغلبيه نشوف اغلبيه نتاع الصور حشومه حشومه صاحبي. الأغلبية تاع الصور راهي كارثة كارثة. نشوف هنا
كارثة كارثة، صور كارثية. هل أراهم شعر؟ أنا ربما تغيرت. نشوفه. شوف la manipulation médiatique. إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى فيديو آخر. السلام عليكم.